هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط التاسع في المجموعة. اذهب للمركز الأول دمعة راشد بن سعيد بالورع العفاري الذي قدم هذا الاسم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الغدوم في هذه اللحظات على المركز الثاني. هنا الوصول في هذه اللحظات، أحمد بن عبيد بن يزرب العامري يقدم الشاهنية. المركز الثالث عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري يأتي باسم الشاهنية على ثالث المراكز. المركز الرابع الشاهنية سعيد بن مطر بن حضير بن الكتبي. شوف الأسماء الأخرى مصورنا، تابع كافة الشعارات ومن ثم ارجع للمركز الأول، ارجع إلى التحديات الأولى، إلى الانطلاق الأول في هذه اللحظات الرائعة على بداية الشوط على الصدارة الأولى. يا سلام، راشد بن سعيد بالورع العفاري يقدم دمعة 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 الفوز، دمعة الانتصار على المركز الأول ومقدمة هذا الانطلاق في هذه اللحظات على الصدارة والمركز الأول مع هذا الاندفاع الرائع. يا سلام يا شعار بالورع، يعلن عن وجوده، يعلن عن تواجده على مقدمة الشوط في هذه اللحظات المتميزة. المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات، الانطلاق هنا قادما باندفاعة وتحديات شانية. أحمد بن عبيد بن يزرب العامري يدفع بهذا الاسم في هذه اللحظات. شوف الأسماء الأخرى، ولكن بالورع، بالورع معلن تواجده، بالورع معلن تواجده مع المركز الأول في هذه اللحظات وهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا العرض وعلى هذا الأداء في هذه اللحظات على المركز الأول على المقدمة والصدارة على بداية الانطلاق على التحديات الأولى التي تقدمها دمعة. الكيل الأخير، الكيل المتر الأخير، المركز الثاني الشهرية أحمد بن عبيد بن يزرب العامري. ولكن نتابع، نتابع العروض، نتابع هذا الأداء، نتابع الانطلاق، نتابع التواصل على المركز الأول في هذه اللحظات. دمعة 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 دمعة، أشكرك يا بالورع، وأشكرك يا راعي بويضة، أشكرك يا سالم بن سليم الوهيبي من يتابع هذا الشعار، أشكرك على هذا العرض الجميل والمتميز الذي تقدمه الشاهنية بالمركز الأول. بدأت تغادر بالفوز وتغادر بالانتصار على الصدارة والبداية، ما شاء الله تبارك الله. شوف الثاني أحمد بن عبيد بن يزرب العامري وصل مع الشاهنية، ولكن هنا نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول. دمعة دمعة راشد بن سعيد بالورع العفاري، ولكن الثاني الشاهنية أحمد بن عبيد بن يزرب العامري. نتابع اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. يا سلام يا سلام، بن يزرب ولا بالورع؟ بالورع أو بن يزرب. نتابع الانطلاق، نتابع اللحظات الأخيرة، ولكن بن يزرب. تهانينا لأحمد بن عبيد بن يزرب
رب العامري على فوز الشاهنية بدون أوامر. المركز الثاني دمع راشد بن سعيد بالورع العفاري. المركز الثالث يذهب إلى راهي مبارك مظفر العامري. الرابع رقم 5 الشاهنية عبيد بن عتيق بن زيتون الفيري. التوقيت 4:37.